سود نرفع بكم روس والفوز بيدك ملموس يا منتخبنا العماني يا منتخبنا العماني. سودي يا ولاد قابوس سود نرفع بكم روس والفوز بيدك. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساءكم خير، مساءكم وطن، مساءكم عمان بفخامة اسمها ورفعة شأنها وعلو قدرها، مساءكم عمان بماضيها التليد وحاضرها المجيد، مساءكم أبطال هم في أرضية الملعب أسود بمشيئة الله تعالى. هذه الكأس الغالية بعد أن غابت عنا ثلاث بطولات ها هي اليوم بمشيئة الله تعالى إلى أرض السلطنة ستعود. أهلا بالجميع وبكل من يتابعنا وبكل من يشاهد برنامج صدى الجماهير في حلقة أخرى استثنائية، نسترصد معكم ونرصد كل المكالمات، المشاعر، القصائد، التوقعات فيما يتعلق بالمباراة النهائية لكأس خليجي 23 بإذن الله. إذن اللقاء المرتقب والمنتظر بين منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم وبين المنتخب الإماراتي الشقيق اليوم، ستكون إن شاء الله تعالى هذه المباراة حاضرة هناك في دولة الكويت. ومباشرة للمشاركة في البرنامج أرقام هواتف البرنامج حاضرة وستكون أيضا حاضرة خلال الدقائق القادمة تباعا من حلقة اليوم. إذن بانتظاركم إن شاء الله تعالى ونعايشكم أيضا ونشارككم فرحة التفاؤل بمعانقة الكأس الغالية. بعد الفاصل نواصل ونبدأ باستقبال المكالمات، خلوكم معنا. قابوس سود نرفع بكم روس والفوز بيدك ملموس يا منتخبنا العماني يا منتخبنا العماني. من احضر يسجل سود القابوس سود هالناموس والمسلمين كبر. سودي يا ولاد قابوس سود نرفع بكم روس والفوز هذا
الإنجاز. مبروك أبناء السلطان، ناموس يا شعب قابوس، ناموس يا شعب قابوس، مبروك، ألف ألف مبروك. يعني نستحق هذا الانتصار بعد مجهود كبير كان موجود من جانب لاعبي منتخبنا. أمان ربي، أمان أمان يا رجال عمان. حياكم من جديد مشاهدين الأحبة. إذن مساء تتجدد فيه الآمال بمشيئة الله تعالى لمعانقة الكأس الغالية بالهمة العالية بمشيئة الله تعالى من أبطال أحمرنا العماني. يعني أربع مرات وصلنا فيها إلى النهائي، ذكرنا مرتين ما حالفنا الحظ في أن نحصل على الكأس، يعني في خليجي 17 وفي خليجي 18. خليجي 19 خلاص خلينا الكأس، ولكن هذه المرة بما أن نصل إلى النهائي للمرة الرابعة، ثنتين ما حالفنا، إذن الثنتين الباقيات إن شاء الله تعالى هذه المرة سنعانق فيها هذه الكأس الغالية بإذن الله. إذن أهلا بالجميع وبكل من يتابعنا وبكل من يشاهدنا، بكل من سينضم إلينا تباعا للمشاركة، سواء بمشاعره بتوقعاته في هذه المساحة المفتوحة. إذن إحنا ما زلنا مستمرين ومتواصلين، وهذه ربما لقطات حية أيضا ومباشرة تصلنا وتردنا في هذه الأثناء من مطار مسقط الدولي، حيث الجماهير الغفيرة الوفية تتأهب للذهاب إلى دولة الكويت لمؤازرة وتشجيع المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أبطال وأسود الأحمر العماني. أكيد هذه المشاركة التي ستبعث الحماس والقوة والعزيمة والصبر والثبات بمشيئة الله تعالى في نفوس كل لعيبة منتخبنا بمشيئة الله. زميلنا راشد الشذاني سيكون حاضرا معنا ينقل لكم الصورة من هناك من قلب الحدث من مطار مسقط الدولي بمشيئة الله تعالى. إذن نحن بانتظار فقط جاهزية راشد لينقل لنا كل التفاصيل والمشاعر والتوقعات. وأعتقد مثل ما لاحظنا ومثل ما شفنا الأهازيج الوطنية، الفنون العمانية التقليدية المغناة حاضرة وبالصوت الواحد الكل يردد والكل يهتف، كلنا نبض واحد. واليوم أحمرنا العماني سيحقق لنا الطموحات والأهداف التي دائما نطمح أن تكون للكأس الغالية، حضورها في أن يسجل التاريخ ويخلد في الذاكرة أن المنتخب العماني الأول لكرة القدم يحصل على الكأس الغالية، كأس خليجي 23 بمشيئة الله تعالى. إذن راشد الشيذاني زميلنا من مطار مسقط الدولي جاهز في هذه الأثناء. نرحب فيك يا راشد ومساء الخير، مساء الفرح إن شاء الله تعالى، فرحة التفاؤل وأنت موجود في مطار مسقط الدولي. تنقل لنا الصورة، كيف تبدو الأجواء يا راشد؟ إليك الكلمة. الجو واضح والأحوال واضحة، وكذلك أيضا أربعة صفر. فبالتالي المنتخب الوطني راح يكون في مهمة صعبة. شوف الجماهير معانا خلفنا، الكل حاضر، عندنا أيضا حتى مشاهير السوشيال ميديا. فجوة البوسعيدي معانا. هلا أخوي، أخبارك؟ إن شاء الله الكأس عماني ونحن ضامنين الفوز بإذن الله، وشبابنا ما راح يقصروا إن شاء الله وبيأدوا أحسن ما عندهم، ونحن رايحين نآزرهم، وهذا أكثر شيء نقدر نقدمه حالنا، ودامنا حاملين كتفنا العلم العماني وشالين صورة بابا قابوس، إن شاء الله الفوز عماني. إن شاء الله. إن شاء الله.
أعطينا رأيك على المباراة كيف تتوقعين؟ بداية أشكركم على هذه التغطية الممتازة، طبعا الشعور لا يوصف، الفرحة لا توصف، كلنا بإذن الله كلنا يد واحدة إن شاء الله مؤازرة مع المنتخب، ونجومنا وأبطالنا بإذن الله ما رح يخيبوا أملنا كلنا، وطبعا إن شاء الله بإذن الله الكأس عماني إن شاء الله. رسالتنا الكبيرة، خبرينا عن المباراة. طبعا أنا أحيي زوجي رئيس رابطة المنتخب العماني هناك في دولة الكويت، وأشكر الأخت فدوى على هذا التجمع اللي سوت لنا اليوم إن شاء الله، ونتمنى بإذن الله تعالى نرجع كذاك مع هذه الفرحة، نرجع مع بعض كلياتنا حاملين الكاس بإذن الله تعالى إن شاء الله. هذه أمنيتنا، ونفرح إن شاء الله أحبابنا الله يحفظه إن شاء الله. شكرا لكم. إذن هذه بعض الأجواء، وهنا بعض الجماهير الحاضرة في مطار مسقط. مثل ما شايفين الحضور الجماهيري كبير في المطار، الكل ينتظر دوره في الانتقال إلى دولة الكويت والسفر إلى دولة الكويت في هذه اللحظات. يمكن دخلنا عليكم بشكل سريع في البرنامج، ولكن أيضا كما تشاهدون هنا الأجواء في مطار مسقط أجواء حماسية بشكل كبير. الكل هنا يحاول أيضا يحجز لنفسه مكان في المطار أو في طائرة من الطائرات المنتقلة إلى دولة الكويت للوصول إلى هذه العاصمة الجميلة، وكذلك الحديث أو المتابعة كذلك مباراة منتخبنا الوطني مع المنتخب الإماراتي. هنا في هذه أيضا الطاولة نشاهد الكثير من الجماهير الحاضرة التي تنهي إجراءات السفر. نتعرف على بعض الآراء، عطنا رأيك عن مباراة اليوم. والله مباراة اليوم إن شاء الله نتمنى صراحة تفاؤل منتخبنا هذه السنة للدورة إن شاء الله، نتمنى البطولة إن شاء الله، نتمنى الشباب ما مقصرين، وإن شاء الله إن شاء الله متحمسين ومتفائلين، واجد متفائلين من الأداء اللي قدموه الشباب في آخر مباراة إن شاء الله اليوم في كأس عمان إن شاء الله بإذن الله الواحد الأحد. زين، كيف حماسك للمواجهة؟ حماسي دائم متفائل من أول بطولة صراحة، الشباب فاجأونا بالمستوى، والشارع العماني صراحة متفائل من آخر مباريات، متفائلين كثير متفائلين، وإن شاء الله فايزين 2-0 إن شاء الله على المنتخب الإماراتي إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا. هنا عندنا بعض الجماهير أيضا الحاضرة، خبرنا عن المباراة. إن شاء الله فايزين اليوم، ومتفائلين جدا جدا بالفريق، والمباراة الماضية تدل عليهم، وإن شاء الله بإذن الله الكأس مختوم عماني. ولكن للأسف ما حصلنا تذاكر، نحن من الصبح هنا موجودين من الساعة 7 تقريبا. ما نسق قبل ما نسق قبل من أمس، ما من يوم مباراة البحرين ماشي تذاكر أبدا، أنا أحاول أحجز مباراة البحرين بس للأسف ماشي نصيب، ولهذه اللحظة نحن ننتظر عسى إن شاء الله نحصل تذاكر إن شاء الله بإذن الله. بإذن الله إن شاء الله نشوفكم بعد في الكويت. والله كنا بدنا نروح الكويت لكن ماشي تذاكر، لكن إن شاء الله متفائلين بنشوف التلفزيون، ان شاء الله كاس عماني بنحتفل في مجمع بوشه ان شاء الله غدا ان شاء الله، وكاس عمان ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. احسنت. هنا مثل ما تشاهدون الحضور الجماهيري الكبير في المطار، ورابطة مشجعين ايضا حاضره في مطار مسقط الدولي كما نشاهد. كما نشاهد هنا الحضور الجماهيري الكبير في المطار، وانتظار أيضا انهاء إجراءات السفر. الكل هنا في هذه اللحظات ينتظر حظه في السفر إلى المطار، مطار مسقط الدولي. البعض يعني وجد نصيبا من التذاكر، والبعض لازال في الانتظار في هذه
اللحظات. في هذه اللحظات انا ايضا ارجع لسيف الفوري هناك في برنامج صدى الجماهير. شكرا شكرا يا راشد، شكرا ايضا على هذه التغطيه. يعني حبينا كذا ننقل لكم حقيقه الصوره من قلب الحلف من هناك من مطار مسقط الدولي بصوره عفويه جميله رائعه ايضا للجماهير الوفيه التي تسعى قدر الامكان ان تحجز مقعدها هناك في استاد جابر الاحمد الدولي في دوله الكويت لمشاهده المباراه النهائيه ولمؤازره ابطال الاحمر العماني. الكل يسعى قدر الامكان فعلا انه يكون حاضر في الطائره التي ستقلهم ان شاء الله تعالى الى دوله الكويت. يعني شاهدنا وشفنا وسمعنا أن هناك مبادرات كثيرة حقيقة قدمتها مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة، ومع هذا بسبب الكم الهائل يعني أنتم ملاحظين كيف الرغبة الجامحة حقيقة والشغف في أن يكون للجماهير حضورها في الملعب، يعني التذاكر نفدت وما زلنا أيضا مستمرين بانتظار أيضا أي مبادرة ستظهر بين الفينة والأخرى بمشيئة الله تعالى. إذن إحنا ما زلنا مستمرين معكم أيضا أيها الكرام في برنامج صدى الجماهير، ننقل لكم التفاصيل كلها ونحن في أمل وفي تفاؤل وفي شوق لمعانقة الكأس الغالية مجددا بمشيئة الله تعالى بعدما حققنا الفوز في نهائي كأس خليجي 19 هنا في مسقط. إن شاء الله تعالى هذه المرة ستكون هناك في دولة الكويت، وسيعود منتخبنا الأحمر إلى أرض السلطنة بمشيئة الله تعالى في مجمع سلطان قابوس الرياضي ببوشر، نحتفي يوم غد بهذه المناسبة الكروية الرياضية التي حققنا فيها الإنجاز. الفنان مسلم كيهود موجود معنا على الهاتف، ونقول لك مساء الخير ومساءك فرح التفاؤل بالحصول على الكأس الغالية. فنان الجميل هياك الله، مساك الله بالنور والسرور، ونتمنى كل التوفيق لمنتخبنا ولكل المشجعين، ونسأل الله التوفيق في هذه المباراة يا رب العالمين بإذن الله تعالى. فنان أستاذ مسلم، يعني تابعت أكيد الأحمر منذ بداية البطولة، ما أعرف اليوم إن شاء الله تعالى وين راح تتابع المباراة وكيف هي المشاعر والنفسية؟ والله المشاعر والنفسية كلها في قلق، لكن الأحمر الجمهور العماني يعني أنا يعني المباراة هذه ما يقل عن 10-15 ألف جمهور عماني متواجد في 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 في, في الكويت. نعم. وأنا متواجد في محافظة ظفار في ولاية سدح، وهنا الجمهور كلهم متعطشين وكلهم في حماس غير عادي. نعم جميل. طيب بإذن الله تعالى احنا ننتهز الفرصة ايضا بوجودك معنا عبر هذا الاتصال الهاتفي انك تسمعنا حاجة ضروري. نعم، في النهاية احب ان اقول شيء، في النهاية نحن اخوة، وهذه مباراة كرة قدم، و يعني صحيح. وخليجنا واحد، والفائز هو واحد، ونحن الإمارات عماني وعماني إماراتي. إذن هذه مشاعر الأخوة ما بين أيضا دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وأيضا سلطنتنا المجيدة. نسمع حاجة أستاذ مسلم. لا يقول لا يا منتخبنا أمان وطموح، خلفك جمهورك هتفنك روح، انت حلمنا فوق حملنا، انت حلمنا فوق حملنا، احتل الملعب عرض وطول. والله نسيتها هذه، امس سجلناها. نعم. الكاس لك محب غيرك يا العماني إذ الجول وزرمت. هلا هلا، شكرا شكرا لك سام سلم، شكرا ما لك ما حافظ النص لأنه ما عليه، احنا بانتظار إذا نسمعها كامل إن شاء الله تعالى في الأوقات القادمة إن شاء الله، لأنه الاتصال كان مفاجئ. أنا الحين طالعين من الجمعة، نحن من صلاة الجمعة. نعم. تقبل الله يعني. ونسأل الله التوفيق لمنتخبنا والمشجعين المنتخب المتواجدين. نعم. في الكويت،
والله يحفظ الجميع ويحفظ بلدنا وقائدنا والأمة العربية والإسلامية والخليج يا رب العالمين. شكرا شكرا إذا الأستاذ مسلم الفنان مسلم كيهود، شكرا لك وشكرا أيضا لتواصلك معنا في برنامج صدى الجماهير. إذا احنا نسعد حقيقة بكل المشاركات مشاهدينا الأحبة من مختلف ولايات ومحافظات السلطنة، أهلا بالجميع أو حتى من خارج السلطنة لكل من يتابعنا حياه الله، ونحن باستقبال أيضا المكالمات المشاعر والتوقعات لمباراة اليوم. إذا المكالمات الهاتفية على 24-69-44-94 وأيضا 24-95-4671. أهلا بالجميع وأهلا بكم وبمشاعركم. إلى فاصل بعده نواصل، أو عندنا مكالمة الحين نأخذ مكالمة. أخونا علي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعطل الله مساكم بالخير أخي الكريم. يا مرحبا وسهلا وحياك الله معانا في برنامجنا. كيف الحال يا الأستاذ سيف؟ والله بخير ونعمة، كيف حالك أنت؟ طمنا عنك. نشكر الله ونحمده، عندك أخوك علي أبو الفضل من ولاية الخابورة. يا مرحبا وسهلا أخوي علي وحياك الله، وعاش من سمع صوتك، افتقدناك. بارك الله فيك، وأيضا أنا كم مشتاق للتحدث إليك أخي الكريم حقيقة. تسلم. يعني ونسأل الله جل وعلا حقيقة يعني أن يمن علينا بالفوز في اللقاء المرتقب مع الشقيق الإماراتي إن شاء الله تعالى، ونحن يعني متفائلين جدا، وإن شاء الله نخرج في مسيرات يعني راقية برقي هذا الوطن. صحيح. وبأخلاق أهل عمان الحبيبة أخي. نعم. وأستاذ سيف. نعم أخوي علي، ما أعرف كيف تعطيني توقعاتك لمباراة اليوم. والله التوقع صعب، ولكن نحن دائما نقول انه ما زال يعني رجال قابوس ما شاء الله فيهم يعني الخير وفيهم البركه وبالفعل قد المسؤوليه، ولكن اتمنى، دعنا اقول اتمنى ان شاء الله يعني. نعم. ان يمن الله علينا بالنصر المؤزر في هذه الموقع يعني المسائيه بعون الله تعالى وتوفيقه، وان شاء الله تكون النتيجه 2-0 بعون الله تعالى، هذا ما اتمنى ونتمنى المزيد. نعم، أهم شيء الفوز بأي إن كانت النتيجة، صحيح؟ والله أستاذ السيف حقيقة المهم، وحتى ولو كان بنصف هدف الفوز فوز أخي الكريم حقيقة. صحيح. يعني كلامك صحيح، أهم شيء أنه فوز، ونتأمل إن شاء الله وبعون الله أن يكون الكأس عماني ويعود إلى يعني أرض هذه الأرض الحبيبة، ونفرح ونخرج إن شاء الله في يعني في مسيرات يعني تحفظ يعني الرقي وحقيقة والنظم، والله يوفق الجميع أخ الحبيب سيف. اللهم أمين. شكرا شكرا لك أخوي علي، وشكرا أيضا لتواصلك معنا في برنامجنا وحياك الله. وإحنا حقيقة لكل من يتابعنا ولكل من يشاهدنا أيضا المجال مفتوح والمساحة أيضا مفتوحة لكل من حاب أيضا ينقل لنا مشاعره أو أيضا توقعاته بهذه المناسبة. إذن الطل المهيب لمولانا عزه الله في هذه الصورة التي هي حاضرة، رابطة نادي البشائر أيضا تتمنى فوز الأحمر، هكذا هي الصورة من مطار مسقط الدولي مباشرة الآن تصلنا هذه اللقطات، نستمع إلى هذه الأهازيج أيضا مشاهدينا. والفوز الليلة شلوها شيلة، والفوز الليلة شلوها شيلة، والفوز الليلة شلوها شيلة، والليلة الليلة شلوها شيلة، والفوز الليلة شلوها شيلة،
والفوز لينا. شلوها شيلة والفوز لينا. وحدة وحدة وحدة. بالمستوى شيء ثاني. بالمستوى شيء ثاني. عودة لكم مشاهدينا الأحبة. إذن حتى روابط الأندية حاضرة لتشجع ولتؤازر منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم. اليوم الكل التكاتف والتضامن أيضا والتعاضد حاضر كملحمة رياضية جميلة رائعة حقيقة يقدمها أبناء هذه السلطنة الأبية المجيدة. إحنا ما زلنا أيضا مستمرين. كانت تلك إذن لقطات حية ومباشرة تصلنا من مطار مسقط الدولي. الزملاء موجودين حقيقة في مختلف ولايات ومحافظات السلطنة أيضا ينقلون لنا المشاعر والتوقع لي الجماهير. هذه المرة ننتقل إلى محافظة البريمي تحديدا لمعرفة المشاعر والتوقعات أيضا من قبل الجماهير. نشوف ولا نعود. بداية طبعا نبارك لمنتخبنا الوطني العماني وصوله للمباراة النهائية، وإن شاء الله تعالى الكأس عمانية، ونتمنى إن شاء الله تعالى فعلا البطولة والكأس تكون عمانية والفوز للمنتخب العماني إن شاء الله تعالى 1-0 على المنتخب الإماراتي. نبارك أولا لأنفسنا وصلنا إلى المباراة النهائية. أما بالنسبة للتوقعات فاليوم إن شاء الله راح يحفر على الكأس اليوم سلطنة عمان إن شاء الله بإذن الله. أتمنى أن المباراة تكون مثل ما عهدنا من المنتخبين، مباراة نظيفة. البطولة ككل الحمد لله كانت ناجحة بكل المقاييس، فنتمنى الاستمرار حتى المباراة النهائية اللي هي بتكون باكر إن شاء الله. إن شاء الله تعالى نتوقع اليوم إن شاء الله تعالى انتصار منتخبنا الوطني بنتيجة 1-0 بإذن الله تعالى على شقيقه الإماراتي إن شاء الله تعالى، وموفقين للأحمر. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء نبارك لمنتخبنا للصعود للمباراة النهائية، وإن شاء الله تعالى الفوز بيكون نصيبنا إن شاء الله تعالى. نتيجة أتوقعها 2-1 إن شاء الله تعالى. الحمد لله منتخبنا وصل المباراة النهائية، وهذا صراحة مش غريب على منتخبنا لأنه وصل أكثر من مرة، ولكن إن شاء الله هالمرة بتكون ثابتة إن شاء الله. طبعا إذا تحدثنا فنيا منتخبنا أفضل عن منتخب الإمارات يعني في اللعب فنيا يعني. أما بخصوص المنتخب الإمارات فعامل الخبرة أعتقد بيلعب دور عندهم، ولكن إن شاء الله الأحمر قادر إن شاء الله، ورجال كابوس إن شاء الله بيفوز إن شاء الله هالمرة. إن شاء الله الفوز عماني، ونتوقع إن شاء الله النتيجة 2-1 على صالح منتخبنا الوطني. فان الكاس إن شاء الله، وأتوقع توقعات المباراة تكون ركلات على الترجيح يعني 3-2 إن شاء الله. صالح منتخبنا؟ أكيد إن شاء الله صالح منتخبنا، صالح الأحمر إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء مبارك منتخبنا الفوز، ومبارك لجلالة السلطان قابوس المعظم، وإن شاء الله الفوز منتخب العماني إن شاء الله، وأظن النتيجة بتكون 1-0 إن شاء الله. بكرة إن شاء الله يحقق المنتخب نتيجة جيدة، وأتمنى الفريق يبذل جهد بشكل ما بذل المباريات القبلية اللي لعب مع الإمارات ولعب مع البحرين، وإن شاء الله الفوز لنا إن شاء الله غدا. إن شاء الله يفوز منتخبنا إن شاء الله، ويكون أداء رائع يعني إن شاء الله، 1-0 إن شاء الله. عمان. من بيفوز إن شاء الله؟ عمان. كم النتيجة؟ 2. تروح المسيرة؟ إيه. يلا متشجع؟ عمان. بتصير المسيرة إن شاء الله؟ إيه. أتوقع أن عمان راح تفوز، وإن شاء الله إن شاء الله عمان تأخذ المركز الأول. كم بيفوزوا؟ 2 وهم 0. أتوقع عمان تفوز. كم يفوزوا؟ 2. تطلعين المسيرة؟ إيه. أنا هدى خميس السعود الوقوالي
أتوقع يفوز العمان 2-0 يفوز. أتوقع عمان بتفوز على الإمارات 1-0. إن شاء الله بطلع المسيرة. عودة إليكم جدد مشاهدين الأحبة. إذا كانت تلك يعني آراء ومشاعر وانطباعات أيضا أهالينا وأخواننا في محافظة البريمي، وإحنا أيضا مستمرين معكم متواصلين في هذا المشوار أيضا المسائي الذي بعد سويعات، خلينا نقول من الآن خلاص انطلاق إن شاء الله تعالى المباراة النهائية بين منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم وبين منتخب الإمارات الشقيق في يعني واقع إن شاء الله رياضية نتمنى بمشيئة الله تعالى أن تتوج بنيلنا للكأس الغالية. مستمرين بتلقي أيضا المكالمات، هذه المرة ينضم إلينا عبر الاتصال الهاتفي فنان الجميل المبدع دائما أيمن الناصر. حياك الله يا أيمن ومساك الله بالخير ومساك وطن. الله يحفظك. الله يحفظك يا حبيبي. حياك الله يا أيمن. بخير ومسعيد على المستمعين المشاهدين. بارك الله فيك يا أيمن وسعيدين حقيقة بهذا التواصل مع برنامج صدى الجماهير. يعني أنت واحد من الذين تغنوا حقيقة بأبطال الأحمر العماني في مجموعة من الأغاني الجميلة والوطنية أيضا كذلك. أيمن كيف تبدو النفسية والمشاعر اليوم؟ والله النفسية اليوم يعني القلوب خفاقة مثل ما يقول، تمض اليوم يعني حبا في هذا المنتخب، وإن شاء الله يعني يتوج هذا الفوز وهذا النجاح اللي هم كان بالفعل على قدر المسؤولية وعلى قدر العطاء في أرض الملعب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون اليوم الفارق موجود على أرض الميدان إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. أيمن تابعت أكيد مباريات المنتخب الماضية، وما أعرف كيف تشوف مستوى المنتخب وأدائهم، وهل هناك أيضا ربما تفاؤل كبير إن شاء الله تعالى بمعانقة الكأس أو عندك وجهة نظر أخرى؟ ما في شك يعني المنتخب خلال الفترة الماضية الحمد لله والله الحمد في رتم تصاعدي، وهم الحقيقة كانوا رجال على أرض الملعب، والنفسية دائما كل مباراة يخطوها يعني بثبات وبعزم، ودائما يعني النت الآخر يعني يكون ما في شك إنه رقم صعب، لكن هم يعني كان الحقيقة بالفعل يعني رجال على أرض الملعب، وبأمر الله يعني أن يكون هذا اليوم هو يعني تحقيق فوز وفرحة وطن بإذن الله إن شاء الله. نعم بإذن الله تعالى. أي من مجموعة من الأغاني الوطنية وأيضا الأغاني التي قيلت في المنتخب وتغنى بها الكثيرين، خلنا نركز على أغنية النبض واحد. دائما نحن نردد كلمة عمان نبض واحد، حدثنا عن هذه الأغنية وما أعرف أيضا ضروري أنك تسمعنا حاجة بعد شوية. نبض واحد الحقيقة هي من كلمات الشاعر الراحل الكبير الأستاذ علي الصومالي، ومن ألحان طبعا الملحن طارق الحسني. الحقيقة هي يعني نبض واحد بيكون كان الشعار نبض واحد صحيح، فهو كان مواكبة لهذا الشعار، ولله الحمد يعني الشاعر الكبير علي الصومالي واكب هذا الحدث بانه صار اجمل التعابير واجمل الصور الشعريه على اساس انه يعني الموضوع يبان بشكل حلو وفي نفس الوقت في شيء من الروح ايضا الوطنيه يعني الرياضيه، ولكن ترجمتها اساسا يعني هذه المشاعر من الروح الوطنيه ايضا في الموضوع، ولله الحمد نالت صدى طيب عند الجمهور بشكل عام يعني. الحمد لله. نسمع حاجه يا ايمن. حاضرين. سلام. كلنا يا عمان لك نبض واحد، مركب بالنصر متعلي شراعه، لك محبة في مشاعرنا تسامى، انت احلى اسم يذهلنا سماعه. كلنا يا عمان لك نبض واحد، مركز بالناصر متعلي شراع، لك محبة في مشاعرنا تسامع، انت احلى اسم يذهلنا سماعا، لك جماهير عدد رمل الصحاري يهتفوا باسمك يغنوا كل ساعة، وكلنا لك بالمودة قلب واحد، انت يا نجم تعلى ارتفاع. الله 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 يا عمان لك نبض واحد، مركب بالنصر متعلي شراع، لك محبة في
مشاعرنا تسمع انت احلى اسم يبهلنا السماء. يا سلام يا سلام عليك يا ايمن، الله عليك ما شاء الله عليك، يعطيك العافيه. الله يحفظك يا اخوي سيف، وان شاء الله يعني الفارق يكون موجود ان شاء الله اليوم على ارض الميدان ان شاء الله تعالى. توقعاتك بالنتيجه؟ المد الاخر صعب انه يوصل حقيقه اتوقع، لكن نسال الله التوفيق وانه ان شاء الله يكون اليوم يعني الحظ لجانبنا ما في شك ان شاء الله. ان شاء الله تعالى. شكرا لك ايمن، شكرا لتواصلك معنا في برنامج صدى الجماهير. اذا الفنان الجميل ايمن الناصر كان حاضر من خلال هذه المساحه مشاهدينا الاحباء، ونحن نرحب حقيقه ونسعد بكل من يود ايضا مشاركتنا عبر الاتصال الهاتفي عبر رقم 24694494 وايضا على 24954671. مرحبا بكم كلكم الصغير والكبير، الرجال والنساء، كون اليوم كلنا رياضيين وكلنا نتأمل بمشيئة الله أن يكون للأحمر حضوره ووجوده في المباراة النهائية من حيث الأداء ومن حيث النتيجة بأن نفوز بكأس الخليج عندما يسطر في التاريخ وعندما تكون في الصفحة. خلاص احنا الحين في السطر الأخير من الصفحة التي نتمنى أن تخط بأحرف من ذهب، وفازت عمان بكأس خليجي 23. نرجو ونتمنى أن تكون هذه العبارة حاضرة بمشيئة الله تعالى. إذن نستمر في تلقي المكالمات، نشوف مكالمة أخرى. نقول السلام عليكم، مساء الخير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا وسهلا ومرحبا بك. أستاذ سيف عندي؟ هي نعم، هو اسميك معك؟ كيف حالك؟ اسمك أنا الأسم سيف سعيد سيف شندولي. والنعم والنعم والله يا سيف، حياك الله. الظاهرة ولا تعبري. حياك الله وحيا الله بكل أهالينا في محافظة الظاهرة. الله ينور عليكم. طمنا عنكم وكيف الأجواء أيضا ما قبل المباراة النهائية يا سيف؟ نحمد الله الأقوى الحين عبري، نحمد الله نحمد الله كلنا فرح وسرور، ونهني بالفوز لشبابنا. هذا الفوز نهنيهم بتوفيق من الله اليوم. انهم وصلوا الى النهائي، يفوزوا بالنهائي اليوم بالمباراه النهائيه وبالكاس ان شاء الله يفوزوا. من الله فان كان الحين احنا والامارات دم واحد وشعب واحد. والله يوفق الجميع ان شاء الله، واحنا ان شاء الله وفقنا ان شاء الله شبابنا بنجيبوا الكاس الى عمان وهم قدها وقدود بالمطار ان شاء الله عند عودتهم بالسلامه. الله يوفق الجميع، والفرح هناك بيصير في مسقط في نزولهم في المطار ان شاء الله تعالى. تتوقع كم النتيجة بتكون؟ ونهني مولانا صاحب الجلالة في هذا الفوز، رجال قابوس من الله. نعم، توقعاتك كم النتيجة راح تكون؟ والله ما أقدر أقول لك، يمكن واحد أو اثنين. الله يوفقنا جميعا إن شاء الله. توفيق من الله. شكرا شكرا لك أخوي سيف، وشكرا أيضا لتواصلك معنا في برنامج صدى الجماهير. إذا إحنا ما زلنا نطوف بكم حقيقة من ولاية إلى أخرى ومن محافظة إلى أخرى من محافظات السلطنة. أكيد المشاعر اليوم واحدة، الكل هذه الأحاسيس المختلقة في الفؤاد كلها تنبض نبض واحد حقيقة، وكل الأمل وكل الأعين تنصب هناك للوصول إلى الكأس الغالية. وليد لهيبي في المحطة القادمة. وليد يا مرحبا بك وسهلا. حياك الله، كيف الحال؟ والله الحمد لله بخير ونعم. أنت كيف حالك؟ كيف صحتك؟ بس تصحيح، وليد الويهي. وليد الويهي صح؟ حياك. اي نعم. يا مرحبا بك يا وليد. وليد يا مرحبا بك. من وين تكلمني يا وليد؟ والله من رستاق. من ولاية رستاق محافظة جنوب الباطنة. الباطنة. نعم. وليد على طول مباشرة الكلمة عندك، مشاعرك وتوقعاتك. والله مشاعر صراحة طيبة بأمانة، يعني انتظرناها بالفرحة من 2019 اللي قيمت في مسقط، وصراحة يعني فاجئنا المنتخب، صراحة فاجئنا المنتخب بداية البطولة. يعني حتى أنا يعني كما تقول يعني ما متوقعين يعني بأداء الأداء، لكن الحمد لله رب العالمين رجعني يعني ذكريات الحمد لله رب إنه وصلنا النهائي. يعني هذا مقياس للمنتخب في أيام القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. بإذن الله تعالى يعني رجعنا إلى كأس خليجي 19 بالاداء المبهر. نعم حقيقه، والاداء طبعاً الجميل. طبعا اهل ولايه الرصاص طبعا ما شاء الله عليهم، حديث الساعه يعني المنتخب اليوم باذن صحيح. الله سبحانه وتعالى.
ولايات ومحافظات السلطنة كلها اليوم تحتفي حقيقة وتحتفل. ونتمنى الفوز إن شاء الله، نتمنى الفوز اليوم 3-0 بإذن الله. شكرا، شكرا لك يا وليد، وشكرا أيضا لتواصلك، كل التحية أيضا لأهالينا ولأخواننا وأحبابنا هناك في ولاية الرستاق ومختلف ولايات ومحافظات السلطنة. الكل اليوم حقيقة يحتفي ويحتفل ويبتهج أن منتخبنا الوطني كان له حضور كبطل يشار إليه بالبنان في عالم الكرة المستديرة. يعني الأخوة في الكنترول يبلغوني يا سيف، خليك سريع لأنه اتصالات وكم هائل حقيقة من المكالمات الهاتفية تصل إلينا إلى الكنترول رغبة بالمشاركة. المحطة والمتصل القادم سعيد المعمري، يا مرحبا وسهلا يا سعيد. كيف حالك أخوي؟ والله الحمد لله بخير ونعمة، كيف حالك أنت عساك بخير؟ الحمد لله نشكر الله، كيف حالكم أنتوا كيف صحتكم؟ الله يعطيك العافية يا سعيد، ومن وين تكلمنا؟ عساك اليوم إن شاء الله سعيد ومبسوط. أكلمك من ولاية لو حرمون. يا مرحبا بمحافظة شمال الباطنة. سعيد عساك اليوم تكون مبسوط واسم على المسمى، كل يوم سعيد إن شاء الله. والله بصراحة مالي أنا مبسوط، الشعب وعمان بكبرها والخليج بكبرها بصراحة مبسوطين بأداء المنتخب وبرجولة الشباب اللي في الملعب مقصرين وجزاهم الله خير، طبعاً خذوا الكأس وما خذوا. ممتاز. طيب سعيد ما أعرف إن شاء الله الفوز. نحن شفنا مسيرات حاضرة أيضا هناك في ولاية لوا، ولاية تجناص، نعم. الولايات المجاورة والقريبة، مختلف ولايات محافظة السلطنة. شاركت في هذه المسيرات يا سعيد؟ أكيد 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 نشارك المنتخب في كل شيء، كل شيء نشاركه. طيب اليوم فاز أو خسر. نعم اليوم وين راح تشوف المباراة؟ اليوم صراحة أشوف المباراة في البيت. مع الأهل، مع الأهل إن شاء الله. ممتاز. نعم. نعم. وتوقعاتك المباراة كم راح تكون؟ توقعاتي ما تبى كلام. كم؟ بنرجع عليهم الميدان. الميدان يحكم. لكن كرقم. نعم. ولا أداء واضح، كل الناس وكل العالم تشوف الأداء واضح، الفنيات واضحة. فاهم لك، لكن أعطيني رقم. أعطيني رقم. رقم؟ أعطيني رقم كم تتوقع النتيجة؟ إن شاء الله بعزة الله 2-0. 2-0. شكرا، شكرا لك يا وليد سعيد، وشكرا أيضا لتواصلك معنا في برنامج صدى الجماهير. إحنا إذا مستمرين يعني منوعين ما بين يعني الربط المباشر، ما بين أيضا المكالمات الهاتفية، وما بين أيضا اللقاءات والحوارات التي أجراها حقيقة زملائنا في مختلف ولايات ومحافظات السلطنة. هذه المرة كنا في محافظة البريمي، ننتقل إلى محافظة جنوب الشرقية تحديدا ولاية صور العفية، أيضا لقاءات أخرى قام الزملاء بعملها هناك وأجراءها، نشوفها ولنا عودة في صدى الجماهير. التوفيق والفوز والفرحة إن شاء الله لعمان كلها، ونفرح صغير وكبير إن شاء الله، وهذا يعني يعتبر يعني اسمه إنجاز عظيم إن شاء الله. والله بأمانة في البداية لا الأمور صعبة شوية، كانت البداية صعبة، بس شوية مع المنتخب البحريني أبهرونا صراحة، كان يعني شدة، لكن على ما قلت لك هي الفوز مباراة يا غالب يا الإنسان يقولوا على ما قلت لك من جدة وجد والنهاية يا غالب يا مغلوب 1-0. والله التوقعات صعبة راشد صراحة، منتخب الإمارات ما بهين ومنتخبنا نوب، احنا الحمد لله تطور كبير، ونتمنى للفوز إن شاء الله. وتعرف كورة مباراة نهائية يعني صعبة تكون، توقعاتنا إن شاء الله فوز المنتخب إن شاء الله. الفوز 2-0 إن شاء الله، إذا الله إن شاء الله راضي، نعم نتيجة إن شاء الله 2-0. أتمنى إحنا الصراحة المنتخب العماني الفوز، المنتخب الإماراتي ترى ما بسهل، لكن من خلال بطولة دور الخليجي 23 كانت أول مباراة مع منتخب عمان، كان عمان الأفضل، حتى منتخب الإماراتي مثل ما تقول مدرب ماله هو أكثر شيء في الدفاع، لكن إن شاء الله ما نتغلب على منتخب إماراتي في النهاية إن شاء الله 1-0 إن شاء الله. أتمنى هذه المباراة إن شاء الله أن تعيد الماضي مثل ما في دور خليجة 18 في الإمارات،
احنا لعبنا معهم في بدايه المباراه في اول مباراه في المجموعه فزنا عليهم. في مباراه النهائيه تقابلنا احنا وياهم فازوا علينا 1-0. نتمنى ان شاء الله ان تتكرر هذه بالعكس. نعم ان شاء الله 1-0 ان شاء الله اكيد الحمد لله. والله اول مباراه كنت متوقع لكن من ثاني مباراه الحمد لله رب العالمين وصلنا والحمد لله رب العالمين. اتوقع فوز المنتخب الى على الامارات 1-0 وباذن الله. نعم نعم منتخب جيد جدا. سامات انت احلى اسم يذهلنا سماعا مشاهدينا الاحباء كلنا اعمال لك نبض واحد. الفنان الجميل ايمن ناصر قبل قليل كان في اتصال هاتفي معنا في برنامجنا وفعلا تغنى بهذه الاغنيه الجميله التي طبعا عملوها في خليجي 19 يومها منتخبنا الوطني توج ببطل لبطوله كاس خليجي 19 هنا بمسقط العامره. اذا مستمرين معاكم متواصلين في برنامجنا وبانتظار ايضا مكالماتكم الهاتفيه نروح لاتصال اخر. نقول السلام عليكم مساء الخير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا وسهلا وحياك الله في برنامج صدى الجماهير. مرحبا يا أستاذ، كيف صحتكم؟ طيبين والله بخير دامك بخير. أولا أشكركم على هذا النقل الحي المباشر اللي يؤكد على فرحة وحب العماميين لهذا الحدث الكبير. واجبنا وأقل من واجبنا. بداية الحقيقة نحن جدا سعداء بوصول منتخب عمان
إلى المباراة النهائية في الوقت الذي ما كنا نتوقع أن عمان يقدم هذا المستوى الغير طبيعي من خلال التصفية يعني المباريات اللي قدمها في البطولة، عطفا على المستويات اللي قدمها في بطولة كأس في بطولة التصفيات الآسيوية. صحيح. فإحنا منبهرين من المستوى الكبير اللي يؤكد على أن دائما عمان ولادة وقادر أنها تحقق إنجاز جديد مطلع هذا العام إن شاء الله، وأن الكرة العمانية في تطور وازدهار بإذن الله تعالى أستاذ. بإذن الله. نعم أخوي علي، من وين تكلمني الحين؟ أنا أكلمك من ولاية سمايل. ولاية سمايل محافظة داخلية. كيف فرحة إخواننا وأهالينا هناك؟ حقيقة هنا ردود أفعال جدا جميلة. الجميل في الموضوع واللي قد يكون الجانب الأبرز أنه حتى الشياب والنساء الكبار في السن والأطفال، وهنا في سمايل حديث مستمر من بعد ما تأهل المنتخب إلى المباراة النهائية عن المباراة وكيف يكون وضعها وكيف يكون ومن اللي راح ينزل ومو هي النتائج. وهنا أيضا أنا أريد أعرق على نقطة جدا مهمة أستاذ. إيش هي؟ إن, إن, إن اليوم القضية إنه الناس كل هذه اللي قاعدة تتابع مو هي بس عشق لكرة القدم فقط، وإنما هو انتماء وولاء وحب ووطنية لعمان. لعمان متى ما شاركت. نعم نعم لعمان، لأنه أساسا حتى اللي ما كان يتابع المباريات اليوم صاير يتابع علشان فعلا علم السلطنة يرفرف في هكذا منصات تتويج. متى ما كلامك منطقي، متى ما كانت عمان كاسم في اي محفل سواء وقيست على جميع المحافل، متى ما كان الحب والانتماء حاضر والوطنيه، كل هذه الامور هي اللي قعدت كل الناس اليوم، ناس كبار في السن، ناس قاعده تمشي بعصا وهم يسالون كيف المنتخب ومتى يلعب ومو هو، يعني شيء حقيقه شيء غير طبيعي للامانه. الحمد لله رب العالمين، هكذا هم ابناء هذه السلطنه المجيده. شكرا لك يا اخوي علي، وشكرا ايضا لوجودك معنا عبر الاتصال الهاتفي هذا، وشكرا أيضا للمشاركة. كنا في ربط مباشر من مطار مسقط الدولي للجماهير الوفية تحديدا مع الزميل راشد الشيذاني. هذه المرة ننتقل من أجواء الاستوديو إلى دولة الكويت تحديدا مع زميلنا محمد المخيني من سوق المباركية هناك، وينقل لنا هو الآخر أيضا مشاعر الجماهير الوفية التي وصلت هناك في دولة الكويت لمؤازرة الأحمر. محمد مساك الله بالخير، وكيف تبدو هي الصورة هناك ما قبل أجواء المباراة النهائية؟ مساء الخير لك أخوي سيف، مساء الخير من أرض الكويت الجميلة، مساء الخير من سوق المباركية وسط هذه الجماهير الجميلة. وأنا ما شاء الله يعني الجماهير العمانية حاضرة، وأخواننا الجماهير الإماراتية حاضرة، والمؤازرين المحايدين الجماهير الكويتية أيضا موجودين، فيهم من يشجع المنتخب العماني وفيهم من يشجع المنتخب الإماراتي الجميل. أن يعني مجموعة كبيرة من الجماهير العمانية اللي جو بالبر وصلت لنا الصور، واللي جو عن طريق الطائرات، في طائرات وصلت من 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 الصباح الباكر. والجميل أن الجماهير قاعد يتمشوا بسوق المباركية، والأهازيج والأعلام والجمهور كلهم جاهزين، كلها ساعات قليلة تفصلنا عن الحلم المرتقب أن نأخذ كأس البطولة الغالية من هنا من أرض الكويت. دائما هذه الأرض لها يعني نقول حظها حلو علينا. انتشاء المنتخب كان في كأس الخليج الكويت السابقة، تطور إلى ما أخذنا كأس الخليج في عمان، رجعنا مرة ثانية وانتشى المنتخب وتألق المنتخب هنا مرة أخرى في الكويت. النجوم والإعلاميين والمذيعين أيضا موجودين في 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 أرض الكويت لمؤازرة. كل حد موجود يا محمد، كل حد موجود. عبد الله الذهلي مساء الخير. مساء الخير أستاذ محمد، وأنا أحس اليوم أني موجود في عمان حقيقة. ليش؟ لأنه كل سكة في سوق المباركية أو في الكويت كلهم ما شاء الله عمانيين متواجدين، ليس فقط يعني شباب، وإنما أيضا حتى من يعني الآباء والأجداد والأطفال والعوائل، وهذا بحد ذاته يعني حافز كبير وتشجيع كبير، ويستاهل هذا المنتخب العنوة. توقعاتك كم؟ أنا أتوقع إن شاء الله دائما الفوز يكون للحليف يعني لمنتخبنا الوطني إن شاء الله. دائما منصفين ما شاء الله. من وين جايين؟ والله من مسقط. من مسقط؟ نعم. جايين بر ولا طائرة؟ لا طائرة جاي. الطائرة.
للمنتخب رأي؟ إن شاء الله. إن شاء الله. وبتكونوا في المدرجات بإذن الله. إن شاء الله. من بيفوز بابا، عمان ولا الإمارات؟ الإمارات. الإمارات شوف شوف. معنا معنا الوالد، الوالد تعال الوالد، ما شاء الله الوالد متلبس. ها الوالد من هين جاي انت؟ والله جاي من سلطنة عمان منطقة الشرقية ولاد قعلان بن ابو حسن. ما شاء الله وشايل علم عمان وعلم وعلم. تستاهل الكويت، تستاهل الكويت وتستاهل عمان. الوالد نعم جاي بر ولا طايرة؟ والله جاي طاير على حساب الحكومة جزاها الله خير. الله يخليك ان شاء الله، ودائما البلد ما مقصرة، والمؤسسات والشركات كل من دعم ووقف مع الجماهير العمانية من اجل ان يكونوا موجودين وحاضرين. ما عندك شيء شلل المنتخب؟ عندي ما عندي للمنتخب، عندي قصيدة للكويت وبعدين بقول للمنتخب. انزين انزين الكويت خلي بعدين، اول نبي نشيل شله، في واحد قال شله ونبى كل الجماهير اليوم. بس عندي من الجماهير الاماراتيه راحوا موجودين. موجودين موجودين. عندك هنا ايضا الشيخ محمد موجود، سعادة الشيخ محمد الخطيبي. سعادة الشيخ شلون الحال؟ توقعاتك للمباراه؟ الحمد لله احنا كلنا بالحقيقه كلنا اخوه عمان والامارات، لكن توقعات المنتخب العماني بيفوز 2-1. 2-1 كانك اعطيتهم واحد بعد من حالهم. يستاهلوا حبايبنا، يستاهلوا. نسمع 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 الشله، نسمع الشله. مشعار سيف والخنجه العمانيه، مشعار سيف والخنجه العمانيه، هذا العماني جاكم مشعار سيف والخنجه العمانيه. ويا الله ويا الله راجعي لك يا منتخبنا الغالي، عودة لك يا سيف، ولنا لقاء ثاني إن شاء الله. يا منتخبنا الغالي العماني ما يهاب الخطر، ولا لا هذا العماني ما يهاب الخطر، حبيب العماني ما يهاب الخطر، حبيب أهل السويد ما يهاب الخطر، ولا العماني ما يهاب الخطر. جينا ناخذ الكاس، جينا ناخذ الكاس، جينا ناخذ الكاس، جينا ناخذ الكاس. عماني هذا الكاس، عماني هذا الكاس، عماني هذا الكاس. إذن هذه الجماهير العمانية، هذا الجماهير الجميلة موجودة في سوق المباركية، يستعدون بعد ساعة راح تنطلق الباصات إلى أستاذ جابر. لنا عودة مع جماهير في مكان ثاني هنا في سوق المباركية، ونلتقي في الملعب، ونلتقي في الملعب، وراجعي لك يا سيف. نور ما سويج، نور ما سويج. شكرا شكلك يا محمد، شكرا على هذه التغطية المميزة. إذن هكذا هي تبدو الصورة مشاهدين الأحبة هناك من دولة الكويت، تحديدا في سوق المباركية. الكل حقيقة يبتهج ويحتفي ويحتفل بطريقته الخاصة بالهازيج أيضا الوطنية الجميلة. فقط تعقيبا على الطفل الأمور الجميلة اللي سامها محمد، وين متفوز يعني الإمارات أو عمان؟ عمان أو الإمارات؟ قالت الإمارات. ترى هكذا حال الأطفال دائما، تسألهم واحد أو اثنين بتقولك اثنين، طيب اثنين ولا واحد بتقولك واحد، عشان كذا هي ما كانت فاهمة فقط الإمارات. عموما سواء بزنا إحنا الحمد لله رب العالمين، لم يكتب لنا الفوز، فازت الإمارات. أيضا نقول لهم إخواننا وحبايبنا وأهلنا أيضا مبارك لكم. ما زلنا مستمرين إذا متواصلين، شكرا للزميل محمد المخين، وأكيد لنا عودة له إن شاء الله تعالى في مكان آخر هناك من سوق المباركية في دولة الكويت. هذه المرة مع المكالمات الأخرى، هلال الرواحي. إذن اتصال هاتفي مع أخونا هلال الرواحي. حياك الله يا هلال. شو أخبارك؟ الله حييك. شو أخبارك؟ والله أنا بخير، دامك بخير، طمني عنك، تبشرني، كيف أمورك؟ الحمد لله أمور طيبة طال عمرك. كيف النفسية وكيف المشاعر؟ والله مستعدين إن شاء الله نفوز عمان إن شاء الله. تفاؤل كبير أو خوف وحذر في نفس الوقت؟ بين في خوف في حذر بأمانة يعني، ولكن إن شاء الله متفائلين بالشباب إن شاء الله الكاس يكون عماني إن شاء الله بإذن الله. هلال من وين تكلمنا تحديدا الحين؟ أكلمك من وادي المعاول. من وادي المعاول محافظة جنوب الباطنة. جنوب الباطنة. وكيف المشاعر والأجواء أيضا؟ تصفها لنا الحماس أيضا يا هلال. والله من اليوم يعني دائما فوز المنتخب دائما وادي المعاول مسيرات الحمد لله، أفراح صغير وكبير والحمد لله يعني. الحمد لله. توقعاتك كنتيجة بالرقم؟ 1-0. 1-0 إن شاء الله. إن شاء الله أهم شيء يكون الفوز إن شاء الله بإذن الله. شكرا لك يا هلال، وشكرا ايضا لتواصلك يعني معنا. شكرا شكرا. اذا اخونا هلال من ولايه وادي المعاول بمحافظه جنوب الباطنه،
مختلف محافظات وولايات السلطنة. الكل حقيقة اليوم فرحان، الكل مبسوط. عبد العزيز المسلمي، يا مرحبا وسهلا ومساك الله بالخير. عبد العزيز المسلمي مساك الله بالخير. مساك الله بالنور السرور. حياك الله ومرحبا بك في صدى الجماهير. اهلا وسهلا ومرحبا، كيف حالكم؟ والله انا بخير الحمد لله رب العالمين، ما شاكي باس. عبد العزيز من وين تكلمنا تحديدا؟ اهلا وسهلا، من ولايه صور. من ولايه؟ من ولايه صور. صور جنوب الشرقيه، حياك الله. نعم. يا عبد العزيز. جنوب الشرقيه وكذلك. نعم، خبرني كذا المشاعر كيف اليوم؟ ها كيف الحماس؟ والله المشاعر والاحاسيس في الشارع العماني ولله الحمد كل شيء على خير ما يرام، والجماهير متحمسه ومستانسه بعد الفرح الكبير. اتمنى الفوز للمنتخب العماني ان شاء الله. وانت شكلك راعي مسيرات مره مخاطره يا عبد العزيز. شكلك. نعم. مره تحب المسيرات شكلك، وتشارك فيها بقوه ولا كيف؟ ولله الحمد، واجب وطن. طيب يعني راح تتابعها المباراه وين بالتحديد؟ والله اتابعها من ولايه فور. لكن مع الاهل، مع الاصدقاء ولا بروحك؟ مع الاصحاب في الاهل. ما شاء الله، الله يعطيهم الصحه والعافيه، وتحياتنا لهم. وتوقعاتك ايضا بالنتيجه كم راح تكون؟ توقعاتي باذن الله تعالى 2-0 المنتخب العماني ان شاء الله. 2-0 لمنتخبنا. شكرا لك يا عبد العزيز. شكرا. من عبد العزيز من ولايه صور الى خميس النعماني، حياك الله يا خميس. هلا اخوي، كيف الحال؟ حياك الله يا اخوي خميس، ومرحبا بك معنا في برنامج صدى الجماهير. الله يسلمك ويبارك فيك ان شاء الله، شو اخباركم؟ والله الحمد لله رب العالمين. خميس النعماني من وين يا خميس؟ من الامارات اخوي. من دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة، واليوم المنافسة ما بيننا وبينكم، وان شاء الله تعالى تكون مباراة يسودها ايضا كذا الالفة والمحبة والروح الرياضية الحاضرة. والله يا اخوي انا بغيت اقول شيء، عمان والامارات هم واحد، يعني شعب واحد والنبض واحد وكلنا واحد، سواء فاز الامارات او فاز عمان. هذه الاخوة دائما يعني. صحيح. المنتخب العماني ما شاء الله عليه في الدورة هذه قدم مستوى ولا اروع، وانا اشكرهم على المستوى هذا، واشكر الحكومة انها وفرت يعني وسائل مثلا الجو او هذا للجمهور اللي يحضر، وان شاء الله اليوم ما في فايز ولا في خسران، كلنا فايزين. صحيح. وكلنا خسرانين، والجميع واحد. الامارات سواء فازت نقولها مبروك، واذا عمان فازت بعد بنقولها مبروك، والله يبارك للجميع ان شاء الله، ويتم خليجنا واحد ونبض واحد ان شاء الله كلنا على إيدي. باذن الله تعالى. شكرا لك يا اخوي خميس، وشكرا ايضا اللي تواصلت معنا في برنامج صدى الجماهير. اذا هكذا هي المشاعر، هكذا هي الالفه، هكذا هي المحبه ما بين يعني دولتين الشقيقتين، دوله الامارات العربيه المتحده سلطنتنا الحبيبه المجيده ايضا. وهي هكذا هي حال الكرة، هناك فائز وهناك أيضا لم يكتب له الفوز، ولكن بالتحديد تكون هذه المشاعر الجميلة بروح رياضية رائعة تكون سائدة حقيقة في الشارع الرياضي، وأيضا كلام الصحافة له حضور في هذا الجانب. نروح لاتصال آخر. إذا لقاءات، وهذه المرة وين راح نروح؟ إلى محافظة مسقط. إذن اللقاءات والحوارات التي أعدها زملائنا المتوزعين في مختلف ولايات ومحافظات السلطنة، هذه المرة لهم حضور في محافظة مسقط. نشوف آراء ومشاعر وتوقعات الجماهير لنا عودة. أعرف كنت تنتظرون الجماعة يلعبون كورة متحمسين، بس تتوقعون حماسهم راح يظهر باكر للمنتخب والنهائي. تابعونا وخلونا نشوف شو عندهم في صدى الجماهير. تعالوا تعالوا. هذا الاحمر لا لعب، ايش تقول؟ اقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء طبعا احب اهني جميع الجماهير العمانيه بوصول المنتخب للنهائي. صراحه ما كنا متوقعين يعني قبل البطوله انه بيوصل بهذا المستوى العالي. طبعا احب اشكر كل طبعا وكل من ساند المنتخب وجهاز الفني والاداري للمنتخب. انا هل في تجمعات خاصه؟ هل في شيء؟ والله ناويين على المزرعه، تابع المباراه في المزرعه. في المزرعه يعني؟ المزرعه ان شاء الله. انا كيف اكون مرتاح ان شاء الله؟ تتوقع منتخبنا قادر يحسمها باذن الله؟ بس المباراه بتكون صعبه. الاماراتي صعب، الاماراتي عنيد، ونحن عندنا عقده منه.
في ان شاء الله باذن الله. والله شوفوا المنتخب الاماراتي مثل ما تقول كلاعبين يعني لاعبين خبره، لاعبين واقفين صح في الملعب. يعني المنتخب الاماراتي يعني في السنوات الماضيه يمكن أسوأ يعني فتره بالنسبه له، لكن كأسوأ فتره ويوصل المباراه النهائيه هذا يعتبر يعني شيء وايد زين بالنسبه لهم. لكن منتخبنا قادرين ان شاء الله، وخاصه احنا مهزومين معهم في المباراه الاولى، والشباب باغين يعوضوا وان شاء الله عمانيه بكره. كابتن الكوره معك، ايش باقي عشان نسجل وباكر نفوز بالبطوله؟ والله باقي التركيز انهم يكونوا مركزين في المباراه ويستغلوا كل الفرص، لان الفريق الاماراتي ما فريق هين، تعرف انت حتى لو سجل هدف واحد في البطوله فيبقى فريق كبير عنده اسمه مهاجمين قويين. شفتك جاي من هناك والسماعات باذنك. ايوه باكر تحتاج سماعات عشان تشوف المباراه؟ لا انا ما احتاج، اشوف بعيني بس. خلاص ايوه، والفوز لعمان ان شاء الله، وهارد لك الامارات. انت بمره تقول هارد لك؟ ايوه بمره، له عادي ما مشكله. فايزين ان شاء الله، ما باقي شيء، دقت ساعه الصغر. صحيح، الله يوفق المنتخب العماني، نبارك لهم بالبلوغ النهائي في خليج 23، وان شاء الله كاس الخليج المره الثانيه واللقب الثاني حالهم. منتخبنا باكر قادر؟ قادر 200 200، وايد متفائلين، متفائلين يعني متفائلين متفائلين ما شاء الله، شباب جديدين يلعبوا ما شاء الله، تنظيم حلو وكل الصفوف منتظمه والامور طيبه الحمد لله. انا احس يعني كل ما تيجي مباراه يزيد يعني ثقه الشارع العماني. اكيد واصلين النهائي شيء اكيد. لو خسر المنتخب هل بتكون راضي؟ اكيد اكيد راضيين صراحه، لان اول شيء ما حد كان مرشح لنا زين، والحين وصلنا النهائي نقدر نتكلم عنهم. لا يقول اه يا الاحمر اه، اه يا الاحمر اه، انا اقول اه وهو يقول اه، هذا العماني لا تلعب وياه، مباراه نهائيه. يا حياك. كيف تقول؟ ايش تقول في المباراه؟ والله ان شاء الله المباراه تكون طيبه ان شاء الله باذن الله تعالى، ان شاء الله فوز المنتخب باذن الله. ايش المقومات اللي تخلينا نحن نفوز على المنتخب الامارات؟ والله المقومات كثيره، يعني منها ان شاء الله يكون الجمهور اللي هو رقم واحد ان شاء الله باذن الله. صراحه انا اشوف اولا انه في تحسن في اداء المنتخب العماني، والله يوفقهم ان شاء الله، واحنا قلوبنا واصواتنا معهم، يعني كلنا مع الاحمر وكلنا متفائلين خير ان شاء الله. كيف تحس مستوى الاحمر؟ والله ظهر بهذه البطوله بمستوى مشرف جدا، وما توقعنا يوصل للدور النهائي والمباراه النهائيه، وان شاء الله بكره بيكون يعني يحصل على هذه البطوله واللقب للمره الثانيه. كم تنتهي؟ اتوقع 2-1 ان شاء الله. منتخبنا راح يؤدي، راح يلعب ان شاء الله ان شاء الله، واحنا حاضرين باذن الله. انت بتحضر هناك الملعب ان شاء الله؟ خلاص جهزت الترتيبات؟ خلاص كل شيء جاهز. باكر منتخب الوطن لا يقبل القسمه على اثنين. صحيح. كيف تشوف الحضور؟ ان شاء الله الحضر الاحمر. تتوقع على الاحمر ان شاء الله؟ انا خوف الابيض الاماراتي يقتنص منا اللقب. انا بقول الثالثه ثابته ان شاء الله، الفوز للمنتخب العماني. وتونس وصلت لكاس العالم، اكيد ان شاء الله عمان بتفوز باللقب ان شاء الله يا رب. اتوقع نتيجه 75-1-0 لعمان. لحظه لحظه، علامكم عشان المنتخب يا اخي يستاهل. كيف اكيد؟ ايوه يا اخي يستاهل. تركض هنا على الشاشه، ايش تقول المنتخب باكر؟ والله اقولك بسم الله الرحمن الرحيم، ان شاء الله منتخبنا بكره راح يحقق الفوز، وطبعا من دعوات الشعب العماني، واتمنى لهم المجهود. هذه المباراة هي مباراة نهائية، هذه مباراة مصيرية لنا ولهم، ويوفق الجميع ان شاء الله. في شيء لحافظينه تقولون؟ ليش يقولون وشعاره ايش؟ وشعاره سيف والخنقر عمانية، وشعاره سيف والخنقر عمانية. والله رسالتي انه اتمنى انهم يشدوا حيلهم في هذه المباراة، خلاص مباراة نهائية وادوا اللي عليهم في المباريات السابقة. نتمنى ان يفوزوا في هذه المباراه، وان شاء الله كلنا مع الاحمر نتوقع فوزهم. ننتظرون اللقب؟ ننتظر اللقب اكيد، متعطشين نرجع اللقب من 19. يا رب يا رب نحققه باذن الله. والله احسه احسن عن كل النسخ السابقه، ونتمنى لهم طبعا دائما التوفيق، واحس انهم صراحه من افضل الفرق اللي تنافس حاليا، من افضل المنتخبات اللي تنافس في الخليجي، وطبعا اتمنى لهم ان يفوزوا على منتخب الامارات، لان طبعا في بينهم مستويات يعني متفارقه وقريبه جدا من بعض.
ان شاء الله كاس عماني. ان شاء الله تشجيع الجماهير طبعا. بتشجع ان شاء الله؟ لا هذيك المره يقول لك غلطه الشاطر بألف، ولكن هالمره ما تكررون الخطأ. نحن مستعدين لهم هالمره خير استعداد مره بعد. عيل قولهم ياكم ياكم هذا الموج الاحمر، ياكم ياكم هذا الموج الاحمر، ياكم ياكم هذا الموج الاحمر. ان شاء الله عمان يا رنقال الجلجك عمان. الله يعطيك العافيه. إذن مشاهدين الأحباء عودة لكم، شكرا للزملاء حقيقة ينقلون لنا مشاعر هكذا الجميلة، سواء من المواطنين على هذه الأرض الطيبة أو حتى المقيمين. يعني شفنا فرحة الجاليات أيضا من مختلف الدول تشاركنا حقيقة الفرحة عندما فزنا في نصف النهائي، وحتى في المباراة النهائية ما قبل هذه الأجواء أيضا فرحانين مبسوطين يرسلون لنا التهاني، فرحة التفاؤل تكون دائما حاضرة. إذن قبل لا نأخذ المكالمة الهاتفية أحب أقول شغلة جدا مهمة. يعني كان تذكرون معي في خليج 18 يعني بدينا إحنا بالفوز على الإمارات ووصلنا مع بعض إلى النهائي، ولكن الإمارات تغلبت علينا وفازت وخذت الكاس. هذه المرة يتكرر السيناريو، لكن نتمنى أن يكون بالمقلوب. يعني إحنا هم فازوا علينا في البداية، نتمنى هذه المرة إحنا نفوز عليهم بحيث نحصل على الكاس. إذن مشاهدينا نروح للمكالمات الهاتفية الأخرى ونشوف متصل آخر ونقول هلال. ألو السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا وسهلا. كيف حالك يا هلال؟ عساك بخير. معك يقظان الهنائي. يقظان يقظان الهنائي. إذن حياك يقظان، كيف أمورك؟ كيف صحتك؟ الحمد لله رب العالمين. طمنا عنك يا يقظان. والله الحمد لله رب العالمين ومتفائلين ومنتظرين المباراة بفارغ الصبر إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. شكلك فيك حماس غير طبيعي وغير عادي يا يقظان. أنا من اليوم منها الصبح إن شاء الله حماسي يعني غير عادي، وإن شاء الله متفائل. ها وين راح تشوف المباراة يا هلال يا يقظان؟ والله إن شاء الله بشوفها مع العائلة هنا في البيت، لأن إحنا يعني العمانيين نحب نكون مع العائلة أكثر شيء، نشوف مباريات وهذا عشان الفرحة تكون مرة عارمة. طيب يعني أنك تروح الكويت ربما عذرناك لظروف معينة، لظروف غير خارج عن إرادة، لكن أكيد. وجودك في مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر يوم غد احتفاء بنجوم الأحمر ما مع الدوري يا إخوان. لا إن شاء الله بنكون متواجدين هناك إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. توقعاتك بالنتيجة؟ والله توقعاتي إن شاء الله 2-0 لعمان إن شاء الله. 2-0. شكرا يا اقظان. ان شاء الله اذا اراد الله يجزيك خير. يعطيك العافيه. شكرا يا اقظان. يعني انتم ملاحظين معي، احنا ملاحظين معي انه معظم التوقعات من بعد يعني من يوم امس كلها تنصب على انه 2-1 2-0. قل اللي قالوا مثلا 3، او قل اللي قالوا والله ضربات ترجيح، او قل اللي قالوا 1-0 مثلا على سبيل المثال. لكن عسى انه اي كانت النتيجه، اهم شيء نعانق الكاس الغالي من شئت لا. زميلنا ننتقل للربط الحي والمباشر، زميلنا محمد المخيني موجود في سوق المباركية هناك بدولة الكويت، ينقل لنا أيضا الأجواء الجميلة ما قبل بدء المباراة النهائية هناك في دولة الكويت، والجماهير الغفيرة الوفية الأبية أيضا لهذا الوطن حاضرة هناك أيضا لمؤازرة الأحمر. إليك الكلمة يا محمد، وإيش الجديد عندك محمد؟ إذا محمد احنا بانتظار جاهزية محمد لينقل لنا التفاصيل الجميلة حقيقة. يعني ذكر الأستاذ عبد الله الذهلي قبل قليل أن سوق المباركية يعني هو يحس نفسه كأنه في عمان، والسبب من كثرة الازدحام الكبير للجماهير الوفية الحاضرة هناك في دولة الكويت. يعني ما شاء الله تبارك الرحمن. أنا حقيقة عندي شغلة جدا مهمة أحب أقولها أيضا. يعني الصورة الجميلة، الروح الرياضية الموجودة والحاضرة في مختلف مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي، التصاميم الرائعة والمبهرة، الفيديوهات التي تصمم، هذه كلها وأنا ملاحظ أساسا حتى لعيبة ونجوم الأحمر ممن يمتلكون حسابات في مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي حقيقة يفرحون وينبسطوا لما حد والله يعملهم تاج مثلا أو منشن لصورة معينة، يفخر ويفاخر بأبطال الأحمر العماني. هكذا هي الصورة يجب أن تكون، وهكذا هي الرسالة يجب أن تصل إلى كل من هو عاشق
أو متابع أساسا للأحمر العماني، أننا كلنا وجميعنا نبض واحد، كلنا نعشق هذه الأرض الطيبة، هذه التراب التي ربينا عليها، ودائما تكون حاضرة هذه المشاعر في هكذا مناسبات. طبيعي جدا أن نطمح وأن نطمع وأن نتأمل خيرا في أن اسم السلطنة سيرفرف هذه المرة مجددا في دولة الكويت أمام الجميع، أمام كل المنتخبات المنافسة والمشاركة، بأنه حقق كأس خليجي 23 للمرة الثانية في تاريخ هذه البطولة. هذا ما نرجوه وهذا ما نتمنى. إذن مشاهدين الأحبة، في صدى الجماهير نسعد بكل المشاركات على 2-4-6-9-4-4-9-4 2-4-9-5-4-6-7-1 من مختلف ولايات ومحافظات السلطنة، من مسندم الخير مرورا بمسقط العامرة إلى ضفار المجد، أهلا بكم جميعا، أو بكل أيضا من يشاهدنا من خارج هذه السلطنة المجيدة. عمان بطارف مجدها وتليد، عمان هذه السلطنة الحبيبة المجيدة، أرض التسامح، أرض الألفة، أرض المحبة، أرض السلام، أرض الوئام، دائما تقدم كل ما هو خير لهذه الإنسانية وللمنطقة جمعاء. إذن نشوف مكالمة، إذا في مكالمة إلى أن يكون زميلنا محمد المخين جاهز نقول السلام عليكم. مساء الخير. السلام عليكم. مساء الخير. مساء النور. يا مرحبا وسهلا أخوي، كيف حالك؟ والله الحمد لله، كيف أخبارك؟ والله أنا بخير، دامك بخير، وإن أسمع هالصوت الطيب. حياك الله يا أخوي. من وين تكلمني ومن معاي؟ معاك صابر خميس. صابر؟ صابر خميس. صابر خميس، صابر من وين تكلمني؟ أكلمك من نيابة حاصك. يا مرحبا وسهلا، حياك الله وكل أخواننا وأهالينا هناك. طيب صابر، ما أعرف كيف المشاعر والنفسية قبل المباراة؟ سويعات. والله نفسية حماس وفرحان، وما متوقع المنتخب يوصل لهذا المستوى. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. قدها وقدود لعيبة الأحمر. نعم يعني نحن معاهم الأحمر. أفهم من كلامك في كوم التفاؤل الكبيرة فيك صح؟ أكيد أكيد نعم، حتى شعور والله ما يوصف، حتى في البيت والمنطقة ما شاء الله عليهم متحمسين. الحمد لله رب العالمين. طيب كلمني أيضا يا صابر عن يعني المباراة، وين راح تشوفها، وكم توقعاتك أيضا كنتيجة بالرقم؟ والله توقعاتي نتيجة، والله نتيجة توقعها 2-0 لصالحنا طبعا، وأتابعها إن شاء الله مباراة مع الأهل والأطفال والحماس. ممتاز. إيش الرسالة اللي حاب توجهها لنجوم المنتخب؟ والله أوجههم التحية، جزاهم الله خير على هذا المستوى. فاجأنا مباراة الإمارات، قلنا المنتخب خلاص وقدم مباراة كبيرة، وصراحة الوصول إلى النهائي سواء انهزموا سواء فازوا نحن معاكم يا الأحمر. أهم شيء إنهم فعلا فرحونا وإنهم وصلوا إلى هذا المستوى، في أنهم يصلوا حتى لو ما فزنا بالكاس، والله لا قال، لكن أيضا مركز الوصيف جدا جميل ورائع، يحسب بإيجابية للجميع. شكرا إذن لك أخوي صابر، وشكرا لتواصلك معنا في برنامج صدى الجماهير من محطة إلى أخرى، سواء باللقاءات، سواء بالمكالمات الهاتفية، سواء حتى بالربط المباشر. وزميلنا محمد المخيني من جديد من سوق المباركية هناك بدولة الكويت الشقيقة ينقل لنا إذن مشاعر الجماهير الوفية من جديد. إليك الكلمة يا محمد، وما هو الجديد عندك؟ عودة لك مرة أخرى سيف الفوري، ما زلنا متواصلين بعد شوي، زين أنك ما تأخرت علي، لأن بعد شوي الجماهير بتركب الباصات متوجهين إلى أستاذ جابر الدولي. الشيبة، الشباب، الأطفال، الكل مستعد، الكل حضر من مختلف محافظات وولايات السلطنة لمؤازرة الأحمر العماني. يا رب يا رب هذه الجماهير ما ترد خايبة إن شاء الله، نرجع وعندنا الكاس. عندنا أحد الجماهير العمانية، تعرف عليك؟ ماهر سالمي. ماهر، ايش كاتب هذا اللوحه الجميله؟ حبيبي المخيني، نحن جايين فزنا الحمد لله، ما فزنا قدر الله ما شاء الله راح لبلاد عم، لكن نحن جايين نشكر حبايبنا الكويتيين
ما قصروا معنا، ما قصروا، تحيه للكويت ناصر. الله عليهم، ما شاء الله عليهم. فنحن اذا ردينا بالكاس الحمد لله، ما ردينا به راح لدعمنا، لكن الشكر ووصولنا ايضا للنهائي واحنا راضين بالفعل عن 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 منتخبنا. عندنا الوالد، هذا الوالد، تعال الوالد، انت عرف عليك. صالح بن علي بن سالم الصالحي من ولايه السويق بطحه الساحل. مرحبا باهل السويق. اهلا وسهلا. نقول السويق والله سويق؟ السويق. السويق نعم. ايش رايك، ايش بتقول انت جاي بر والله طايره؟ انا جاي بر، ولكن الشيمه كان فيكم شيمه، واذا تحبون صاحب الجلاله يا لاعبين، اذا تحبون صاحب الجلاله اليوم ولا غيرها، اليوم ولا غيرها، وكان فيكم شيمه، كان فيكم شيمه، لان نحن طالعين من يوم الخميس الفجر من 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 البلاد، من البلاد، من السويق الفجر، وواصلين الساعه 2، مراكز كل مركز 4 ساعات، كل مركز، ما لازم اذكر اي مركز، وعشان توصلوا، وعشان نوصل هني، وصلنا ونمنا وينا هني ذا المكان مع اخواننا الطيبين ومع اخواننا الكويتيين، وجزاهم الله الف خير، اهل الكرم، اهل الكرم واهل الجود والنعم فيهم، ما قصروا معاكم، خلونا في بيوتهم، جزاهم الله خير، ومن اكل ومن شيء ما قاصر الله سبحانه وتعالى، يعني الله يعطيهم ويوفقهم ويدخلهم الجنه باذن الله تعالى. ايش الباقي الحين؟ الباقي الشيمه، كان فيكم شيمه يا كونه وغير كانوا، سمعنا كل اللاعبين، سمعنا اللي يدخل في الملعب نبى اليوم ترفعون راسنا وترفعون راس صاحب الجلاله على طول مرفوع ان شاء الله. يا عيش صاحب الجلاله، يا عيش صاحب الجلاله. انت انا بسمع اسود عيال قابوس. انا اقول ابدا بسلامي، سميت بالله وبحرز النبي سليمان، سليمان لمكلم الهدهد ومرخص للطيور، وريت الوحوش تنادي بطروف اللسان، خطني شي بالراس ومسطر سطور، سطور لا تنسون هالكلمة، الشيمة، شيمة، اسود، اسمع اسود، ولاد غابوس، ولاد غابوس، سود، اسود، نعم الناموس، سود، اسود، صاحب الجلالة، سود، صاحب الجلالة يعيش، يعيش صاحب الجلالة، يعيش. عندنا شلة الآن يا أخوي سيف، كل الجماهير من مختلف محافظات وولايات السلطنة جايين وعندهم شلة، نسمع الشلة من أحد الجماهير العمانية، وكل الجمهور بيردوا معاك، نسمع، كنا نرد معاه. ليلة حمر جينا، ذكر المدينة، ليلة حمر جينا، ذكر المدينة، والفوز بإذن الله، بإذن الله لينا. أحمر في الميدان دايم ينتصر، أحمر في الميدان دايم ينتصر، الأحمر جينا المدينة، ليلة حمر جينا المدينة، والفوز بإذن الله، بإذن الله لنا. الأحمر جينا من كل مدينة، والفوز بإذن الله، بإذن الله لمين؟ للأحمر العماني. ومثل ما قالها الشاعر ومثل ما تغنوا فيها المغنيين، هذا العماني والبطولات في دمه، الراس عالي، دام هالمجد عالي، اللي عشق هذا التراب وضمه يكون الأول ما يكون الثاني، وبإذن الله منصور. والحين إحنا طالعين من سوق المباركية متوجهين لأستاذ جابر، ويا رب الفوز الأحمر. عاش جماهير اللهم امين يا رب العالمين، اللهم امين، عين الله تحرسكم وتحفظكم يا جماهيرنا الوفيه. فعلا محمد ذكر، يا رب ان هذه الجماهير ما ترجع خايبه، يا رب انه هذه الفرحه تكون مرتسمه والابتسامه على محيا كل من هو ذهب مؤازر ومشجع للاحمر العماني ساعات طوال. انتم متخيلين الوضع؟ يعني اكثر ما اعرف كم 16 او 18 ساعه برا يعني يمشونها بالباصات بالسيارات أيضا إلى الوصول إلى دولة الكويت، لا لشيء، فقط لأن يكونوا حاضرين على مدرجات الملعب، بحيث أنهم يهتفون بالصوت الواحد يحيون أبطال الأحمر، ويا رب العالمين أنه أبطال الأحمر أيضا يحالفهم التوفيق في أنهم يقدمون مباراة يصلون من خلالها لمعانقة الكأس الغالية بالهمة العالية.
من محطة إلى أخرى، هذه المرة نروح إلى محافظة جنوب الباطنة، ولاية الرستاق تحديدا. مجموعة من اللقاءات والحوارات أجريت أيضا لمعرفة مشاعرهم وتوقعاتهم بالمباراة النهائية، نشوفها وراجعين لكم يا مشاهدينا ومشاهداتنا، حياكم الله. سند بسليمان الشخصي، كيف شايف منتخبنا في هذه الدورة؟ ما شاء الله عليه، منتخب ما شاء الله مبدع هذه الدورة، وما شاء الله قدم أداء جيد، إن شاء الله راح يفوز ويقدم أداء جيد بعد. كم تتوقع النتيجة إن شاء الله؟ والله راح تكون لصالح منتخب 2-1 3 إن شاء الله كأس عمان. نعم إن شاء الله تكون مباراة قوية بين المنتخبين، ونتمناها عمانية إن شاء الله. الله يتوقع 1-0 إن شاء الله. المنتخب صراحة جاهز إن شاء الله، ونتمنى له الفوز والتوفيق إن شاء الله في المباراة الأخيرة بين الإمارات. توقعاتي إن شاء الله 1-0. يوم 2 أو 3 على الأقل، على الأقل 1-0 إن شاء الله. شفت ما شاء الله عليهم، كانوا ماهرين في أدائهم، والحمد لله حصلوا على نتيجة زينة 1-0. إن شاء الله إن شاء الله الكأس عماني، إن شاء الله الفوز لعمان، إن شاء الله كأس عماني، إن شاء الله منتخبنا فايز 2-1. توقع 3-0. والله المنتخب الحمد لله ما قصر، لعبوا مستوى جيد جدا وأداء رائع صراحة، وفرحوا الجماهير العمانية والكأس عمان إن شاء الله. والله منتخبنا ما شاء الله عليه هالسنة ما شاء الله في الكأس الخليج، منتخب متطور على الشباب اللي موجودين فيه وعلى لعيبة الخبرة صراحة، نتمنى نشيل الكأس هالمرة إن شاء الله. إن شاء الله فايزين 2-0. إذن مشاهدي الأحبة، هكذا هم الجماهير ولعيبة المنتخب، حقيقة أبطال يعني هم في أرضية الملعب، أسود وفي القوة عنوان للثبات والصمود. احنا ما زلنا اذا بانتظار فقط مكالماتكم الهاتفية، هذه المرة نستقبل مكالمة ونقول السلام عليكم. مساء الخير. مساء الورد اخوي سيف الفوري، كيف حالك؟ والله بخير، دامك بخير، طمنا عنك، عساك بخير. والله الحمد لله اخوي سيف، كيف حالك انت؟ والله انا عدني في بلادك الصديقة، الجمهور ما شاء الله يشجع والكل واقف مع المنتخب، وان شاء الله المنتخب يفوز على الامارات 2-0 على حساب الخاص طبعا. وانا اعطاني معك حميد السعدي، عاشق نادي القيس، وانا من محبين عشاق نادي القيس، وانا من محبين عشاق المنتخب، وان شاء الله المنتخب راح يبيض الوجه، وفي بياض الوجه ان شاء الله راس مولانا صاحب القناة راح يكون مرفوع 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 ان شاء الله، راح المنتخب من قبل ومن بعد يؤدي الواجب اللي عليه، وراح ان شاء الله كل الاوراق اللي عند مدرب المنتخب راح يرميها كامل من اجل مولانا صاحب جلاله، ومن اجل هذا الشعب الطيب. نعم. ومن اجل الجمهور الطيب، وان شاء الله متوقع انها انا 2-0. وانا على فكره انا اول شخص اوقع المباريات، قلت انا الكاس حاير ما بين سلطنه عمان وما بين قطر. أه. وبالفعل توقعاتي صحيحه، ما خابت توقعاتي اطلاقا ابد. من خليجي 17 ما خابت توقعاتك؟ نعم. من خليجي 17 في قطر ما خابت توقعاتك؟ تقصد كذا؟ ابد ابد، انا في خليجي 17، انا في خليجي 17 انا قلت خطر قبل شده، وبالفعل خطر شدته. نعم. وفي خليجي 18 قلت الامارات بتشله، بالفعل بتشله الامارات، وهذا السنه انا قلت يعني سلطنه عمان، منتخب سلطنه عمان هو الوحيد اللي يقدر يشيل السنه، وان شاء الله الكاس حق سلطنه عمان. وصحيح الشعب الامارات على عيني وعلى راسي، عسى الله يسمع منك يا حميد، خلف بن زايد ويقول محمد بن راشد، وهذا سواء عمان فازت او الامارات فازت، صحيح احنا واحد فايز كما ذكر محمد بن راشد المكتوب. نعم. عمان والامارات الفوز واحد ان شاء الله، احنا كلنا واحد فعلا. شكرا نعم، شكرا لك يا حميد، شكرا ايضا، وعسى انه توقعاتك تصيب ايضا هذه المره، بحيث انه تكون الكاس عماني. سعيد رواحي مساء الخير. مرحبا وسهلا سعيد، كيف حالك؟ سعيد موجود؟ السلام عليكم، معك سعيد خالد، سعيد الرواحي. والنعم والنعم سعيد. انا متحمس. ايوه انت متحمس؟ انا متحمس انه بتفوز عمان، بتفوز 2-0 على الامارات ان شاء الله. الله يسمع منك يا سعيد. انت سعيد كم عمرك؟ سعيد تسمعني؟ ان شاء الله الكاس العماني تجيبوه، عسى عسى يا رب. سعيد من وين تكلمني انت؟ من وين سعيد؟ انت من وين؟ 8 تسمعني؟ عمرك 8. عمرك 8 ما شاء الله، 8 سنوات ها.
طيب انت من وين تكلمني الحين يا سعيد؟ ها بابا من وين تكلمني؟ من بركة. من بركة. من بركة محافظة جنوب الباطنة. انت متابع المباريات اول باول؟ تطلع من السيارات يا سعيد؟ طلعت من السيارات؟ ايوه تابعهم كل يوم. وتطلع في المسيرة تطلع؟ تروح؟ ايوه طلعت. ما شاء الله، الله يوفقك يا رب. ابوي رايح الكويت. شكرا، ابوك رايح الكويت؟ ايوه. الله يحفظه ان شاء الله ويرجع وهو مبسوط وفرحان انه خذينا الكاس ويرجع بالسلامة. شكرا. شكرا بابا سعيد، شكرا. شكرا يا سعيد. اذا هكذا هي المشاعر مشاهدينا الاحبة، الصغير والكبير الكل اليوم فرحان ومبسوط ومستانس والكل يتامل ان شاء الله تعالى بالفوز. محمد القنيبي من ولايه مصيره محافظه جنوب الشرقيه، نقول لك مساء الخير ومرحبا بك. مساء النور سيف، كيف حالك وش اخبارك وش تكون عساك بخير؟ والله بخير دام نسمع الصوت الطيب يا مرحبا بك. والله على احر من جمر، صدق على احر من جمر. يا مرحبا وسهلا، شي علوم عندك شي اخبار؟ الا الخير الا الخير، كلنا نحن الحمد لله اليوم قلوبنا وعقولنا واولادنا صغير وكبير مع المنتخب. ان شاء الله يفوز المنتخب، ان شاء الله يفوز المنتخب. عسى يا رب العالمين. ان شاء الله يفوز كم المنتخب. كم توقعاتك؟ كم النتيجة؟ وهذه مباراة كروية ما فيها شيء. نعم. كم توقعاتك؟ الرقم بالرقم اعطيني. التوقعات الاخ سيف صعبه شويه. صعبه ها؟ صعبه، لكن انا اقول ان شاء الله يكون المنتخب يفوز. اهم شيء فايزين. نعم صحيح، اهم شيء فايزين. شكرا لك يا محمد. ان شكرا. شاء الله نكون فايزين ونكون حتى اذا ما فزنا في المركز الثاني الحمد لله، الحمد لله نعتبر فايزين. الحمد لله. المركز الثاني نعتبر صحيح فايزين. يعني مركز جدا مهم يعني. صحيح. نعم بذلوا الشباب مجهود كبير يعني صراحه يعني. نعم شكرا صراحة، واتمنى لهم ان شاء الله التوفيق والنجاح ان شاء الله. يعطيك العافية، اللهم امين. اللهم امين. شكرا. شكرا لك اخوي محمد، شكرا ايضا لتواصلك معنا. من محطة الى اخرى نطوف بكم ايها الكرام يعني، وهذه المرة نشوف، خلونا نروح الى لقاءات نشوف ايضا اراء اخرى ومشاعر اخرى وبعدها نرجع لكم، تابعونا. والله كانت مشاركته مفاجأة بالحقيقة يعني، فاجأنا في المشاركة هذه، ما كنا نتوقع بأمانة، لكن الحمد لله عكس كل التوقعات وفاجأنا بصريح العبارة، وأتمنى إن شاء الله يكون الكأس فالهم. والله توقعات صعبة بما أنه أداء المنتخب الإماراتي ظهر في الدورة 23 كان قوي، فصعبة التوقعات، لكن نتمنى أنه الأحمر إن شاء الله قدها وقدود ويفوز إن شاء الله بالمباراة. عطفا على أداء منتخبنا الوطني خلال المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، أتوقع إن شاء الله منتخبنا يفوز بالكأس إن شاء الله بإذن الله تعالى، لأن أداء المنتخب كان في تصاعدي من الدور الأول للدور الثاني، والمنتخب قدم أداء رائع صراحة يعني، يشكر عليه اللاعبين والجهاز الفني والإداري والاتحاد العماني لكرة القدم. والله توقعاتي إن شاء الله إن شاء الله تعالى بفوز المنتخب، بتكون إن شاء الله 2-0. أمال بتفوز 2-0 على الإمارات إن شاء الله. الكأس عماني هذه المرة والحمد لله رب العالمين، يعني أداء المنتخب تكتيكيا ممتاز جدا، ويبالهم شوية أكثر هدوء وحفاظ على الكرة. والله بهذه الدورة صراحة المنتخب صراحة لعب يعني بأمانة، وكان في المباراة الماضية كان لعبه صراحة ممتاز، مع أنه الفريق البحريني كان فريق قوي ولعب، بس لعب صراحة بكل أمانة لعب ممتاز، وما أنه ضيع فرص ولا شيء يعني كما تقول، لكن لعبه كان ممتاز صراحة وراضين على اللعب اللي لعبوه. والله إن شاء الله بنكون ناخذ الأول على مستوى الخليج إن شاء الله. توقعاتك النتيجة كم؟ النتيجة والله إن شاء الله بيكون 2-0 إن شاء الله. توقعاتنا إن شاء الله الفوز. كم نتيجة؟ 2-0. 2-0. نتمنى ذلك إن شاء الله. إن شاء الله تعالى 2-0. 2-0. إن شاء الله. كيف تشوف المنتخب هذه الدورة؟ والله أنا أشوف المنتخب الحقيقة يعني لاعب جيد. وإن شاء الله يستمر ويفوز. إن شاء الله منتخبنا رايح يتأهل بالفوز الكبير إن شاء الله، ورايحين
نحتفل يوم الجمعة إن شاء الله تعالى بالكأس. بالنسبة للأداء يعني المنتخب فعلا يعني الأفضل، يعني بحكم أنه يعني تأهل لهذه المرحلة الأفضل يعني بين الفرق هذه، بس أتمنى أشوف الأداء اللي شفناه في المباراتين الأولى والثانية مع المنتخب السعودي ومع المنتخب الكويتي. مباراة عمان والإمارات. بتشجع عمان؟ أكيد. نعم. تتمنى يفوز المنتخب؟ نعم. النتيجة؟ النتيجة إن شاء الله 2-1 صفر. 2-1 لنصر. أحمر أحمر ناجيك لونك سكن في كل بيت، حي الله العماني ما ظني غير حبيت، أحمر الدم واللون بك عشقنا مجنون، نحبك نحبك نسأل الله العون، هذا هذا علمنا رافع دوم سنا، وينها وين الصفقة وين باقي جمعنا، كلنا لك هتفنا غالية منتخبنا، أحمر وأحمر أحمر روحنا لك ودمنا. شافوك 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 غصب عليهم حبوك، مع ذري يحبك السامبا يسموك، شافوك 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 غصب عليهم حبوك، مع ذري يحبك السامبا يسموك. أحمر أحمر ناجيك جيك سكن في كل بيت، بيت حي الله العماني، حي الله العماني أنا أحبك يا عماني، مجنون شقنا مجنون، واحمر دم واللون، قولوا ان شاء الله فايزين يا الله، جمهورك الوافي مع قلب وروح، قلب وروح هذا الطموح، اعمالي باذن الله البطل هذا الطموح. حياكم من جديد مشاهدي الاحبه، وتحيه القلب من القلب لكل من يتابعنا ولكل من يشاهدنا، عسى يا رب العالمين ابطالنا يرجعوا الى ارض السلطنه، ونقولهم بالحرف الواحد بذلتم بذلتم، زرعتم فحصدتم فكان الكاس من نصيبكم. مشاهدي الاحبه مكالماتنا، وهذه المره مع عواد اخونا. عواد حياك الله يا عواد، ومساك الله بالخير. كيف حالك يا عواد؟ عساك بخير. ايوه تسمعني؟ ايوه اسمعك. كيف حالك يا عواد؟ والله بخير. انت من وين تكلمني؟ من طلقوت. ما اسمعك يا عواد. من ولاية طلقوت. يا مرحبا، من ولاية طلقوت محافظة جنوب من حي الظفار. حياك الله يا عواد. ايوه. وكم تتوقع النتيجة؟
اتوقع نتيجه ان شاء الله 3-0. 3-0 ها؟ متحمس ان شاء الله؟ ايوه. شكرا، شكرا لك يا عواد، شكرا لك وشكرا ايضا لتواصلك معنا في برنامج صدى الجماهير. يعني مثل ما ذكرت مشاهدينا، يعني الصغار الكبار الرجال والنساء، اليوم الكل رياضي، اليوم الكل رياضي والكل يطمح بالفوز. نشوف مكالمة أخرى. خلفان الهاشمي، مساك الله بالخير. السلام عليكم أخو بركات أخي الكريم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أخوي خلفان كيف حالك؟ الله يسلمك، حياك الله سعيد. الله يسلمك من كل شر يا رب. حياك الله. من وين تكلمنا؟ من ولاية المضيبي. من ولاية المضيبي، محافظة الشمال الشرقية. ومشاعرك وتوقعاتك على السريع. ان شاء الله 2-0 عمان. 1-0؟ 2-0 عمان ان شاء الله. 2-0 لعمان ان شاء الله تعالى. متابع المباريات اول باول اخوي خلفان؟ نعم اول باول نعم. كيف الاجواء معاكم؟ كيف الحماس والنفسيه ما قبل المباراه؟ والله النفسيه قوة والحماس صراحه عالي، وان شاء الله بيض وجوه الشباب ما يقصروا. بس اتمنى من المدرب يعني يركز بس العرضيات، يعني دائما خبر الشباب يلعبوا عرضيات، ويكون لازم داخل المنطقه 18 يكون في لاعب موجود باستمرار. نعم. بصراحه المباراه الاولى الحمد لله يعني روحنا مع الامارات، بصراحه المنتخب كان ماسك الكوره بفعل مره 90%، لكن الحظ ما موجود، ولكن ان شاء الله اليوم بيض وجه باذن الله تعالى. نعم. شكرا، شكرا لك يا اخوي خلفان. وشكرا لتواصلك معنا في برنامجنا. اذا احنا حقيقه نسعى بكل المكالمات الهاتفيه التي تردنا وتصلنا من مختلف ولايات ومحافظات السلطنه. يعني الزملاء في الكنترول يبلغون هناك كم هائل من الاتصالات، لكن ربما انه الوقت ما يسعفنا انه يكون حاضر كل شخص يتابعنا بحيث انه يشارك معنا، ولكن ما عليه ان شاء الله تعالى هناك ايضا برامج اخرى، وربما ايضا زملائنا في مختلف البرامج حاضرين. إذا وصلنا بكم إلى الختام، ختام برنامجنا برنامج صدى الجماهير في هذه الحلقة الاستثنائية، وهناك نشرة رياضية بالإضافة أيضا إلى برنامج الاستوديو التحليلي وغيرها من البرامج التي ستكون حاضرة. سعدت بأني أكون معاكم وشارككم أيضا هذه الفرحة، فرحة التفاؤل بأن منتخبنا سيكون حاضر في منصة التتويج، يحصل وينال على الكأس الغالية للمرة الثانية في تاريخه. نرفع كف الضراعة للمولى عز وجل أن يكتب لنا التوفيق والسداد، وبالتالي نحقق المنى اليوم في خليجي 23. شكرا للجميع، شكرا لكل من تابعنا، شكرا لكل من تواصل معنا. في أمان الله، والأحمر دائما في تقدم وازدهار. في أمان الله. هو ليه الغمه ليه